إلى كل أم وأب في كل بيت مصري وارد جداً تلاقي ابنك أو بنتك بيوجهوا أسئلة لحضراتكم ممكن تكون محرجة أو صعبة شوية. في الوقت ده هتحسوا بالقلق بالتوتر، ممكن بعض الآباء والأمهات يتجاهلوا الأسئلة دي، ينفعلوا على أولادهم، وارد كمان ما يردوش على الأسئلة دي أصلاً. ده في منهج التربية الإيجابية أكبر غلط، مشكلة كبيرة جداً ممكن يترتب عليها كوارث تربوية ملهاش أول من آخر. إزاي نتعامل مع أسئلة أطفالنا وأولادنا؟ في ساعات أهالي بتتعمد أن هي تتجاهل الأسئلة دي لأن هي بالنسبة لهم بتبقى يمكن أسئلة محرجة، هم ما عندهمش إجابة واضحة، مش عارفين يجاوبوا عليها بشكل صحيح. عشان كده لازم الأم تتجنب فكرة التجاهل وترد عليه، الأم والأب طبعا، وترد على الطفل ده أو ابنها أو بنتها بإجابات تشبع الفضول، لأن حضرتك أو حضرتك لو ما جاوبتوش هيضطر أن هو يلجأ لمصادر تانية تجاوب له على السؤال اللي شاغل باله وتفكيره. يمكن زمان في جيلنا إحنا كانوا بيخافوا علينا أن إحنا نروح نسأل أصحابنا، النهاردة مش مضطر أو مش محتاج أنه يروح يتكلم مع صحابه في حاجة. هو النهاردة لو سأل مامته وباباه ما ادوش إجابة واضحة، قالوا له أنت لسه صغير ما ينفعش تتكلم في الحاجات دي، أول ما هيعمل أو أول ما هيدخل أوضته هيمسك موبايله يسأل جوجل، يسأل أي حاجة بقى من الذكاء الاصطناعي الجنريتر دي، حتى في مليون إجابة هتطلع له. وده اللي احنا مش عايزينه. احنا النهاردة عايزين نبقى عندنا نوع من أنواع المصداقية مع أولادنا عشان نقدر نتجنب المشاكل دي، ونقدر ان احنا نخليهم يرجعوا لنا احنا في الأول وفي الآخر، ما يروحوش يسألوا ولا أصحابهم ولا الإنترنت ولا الحاجات. مهم جدا عشان نشكل شخصية ولادنا، كلنا عايزين ولادنا يطلعوا في المجتمع أسوياء، يعرفين يتعاملوا مع المحيط الخاص بيهم، يتعاملوا مع الناس. أول درجة عشان أخلي ابني أو بنتي شخصية سوية في المجتمع إني أعوده إنه يسأل. فكرة السؤال مهمة جدا، لأن السؤال بيؤدي إلى معرفة ويؤدي إلى تشكيل الشخصية. لما ابني وبنتي يسألوني أسئلة ممكن تكون أسئلة صعبة أو محرجة، أسئلة كده وجودية ملهاش إجابة، على طول أتكلم معاه وأفتح معاه كده حالة حوار جميلة وأنا أدور على الإجابة معاه. يعني اللي قالته دلوقتي بسنت مهم جدا، إن هو ممكن دلوقتي يروح لو أنا قلت له لا أنا ما عنديش إجابة مثلا بسنت، يروح يفتح الآيباد أو الموبايل وياخد أي معلومات. لكن لما أنا أعمل ده معاه كأني في رحلة كده ممتعة جميلة، أدور على إجابة السؤال ده مهما كان السؤال صعب. مفيش سؤال من غير إجابة، دايما الأسئلة ليها إجابات، بس كل إجابة بتبقى مناسبة لمرحلة سنية معينة للطفل ده. بس عارف ممكن ساعات يبقى مثلا يسألني سؤال أنا ما عنديش إجابة صح لي. صحيح. مثلا الأطفال بيبقى عندهم دايما فضول، فممكن يسألوا الأسئلة بتاعت إيه، فين الجنة فين النار. الأسئلة دي لازم أرد عليها بما يتناسب. أول حاجة وعي الطفل وإدراكه، سنه، يعني إجابتي للطفل غير إجابتي للمراهق، غير واستعنتي حتى بالأحاديث والآيات القرآنية هتبقى مختلفة من طفل أو حسب السن. فمن هنا لازم أن أنا لو ما عنديش إجابة مرتبة وما عنديش مفردات واضحة ممكن اقول له ازاي، طيب هسال واقول لك، او طب ايه رايك تيجي نتغدى الاول بعد كده نقعد نتكلم مع بعض. وفي خلال الفتره دي اروح انا داخله بقى ايه عامله الريسيرش بتاعي او البحث بتاعي، ازاي اتكلم في الموضوع ده بالذات مع السن ده. مهم جدا ان انا يبقى عندي اسبقيه في الحته دي، ان انا اتكلم مع الطفل بما يتناسب وعيه وادراكه وبمفردات يفهمها. مهم جدا كمان يا بسنت فكره ان انا ما اقللش من السؤال اللي بيساله ابني او بنتي، اقول لا ده بلاش تسال السؤال ده او اضحك عليه او اسخر منه، ده كله بيأثر على شخصيته. بالعكس اخد ابني وبنتي وندور مع بعض على المعلومه وانا كمان اتاكد من المعلومه، خصوصا ان احنا عايشين في زمن في معلومات كتيره مغلوطه، يعني كل سؤال هتلاقي اجابات مختلفه عنه. فازاي انا كاب عندي وعي اكتر من ولادي ان انا اشوف وتيقن وتاكد وتوثق من الاجابه السليمه واقولها لابني او بنتي. كلنا مرينا بالمراحل دي في حياتنا وفي بيوتنا، ولادنا في مرحله سنيه صغيره كده بيبتدوا يسالوا الاسئله المعروفه جدا بيسموها كده الاسئله الوجوديه، هو يعني لو جدتي توفت راحت فين؟ راحت الجنة ولا النار؟ طب إيه هي الجنة دي؟ النار دي بنروحها إزاي؟ إزاي الحياة بعد الموت؟ أنا جيت الدنيا إزاي؟ أسئلة كلها فعلا أسئلة وجودية. وزي ما انا متفق معاكي جدا يا بسنت انه كل سن او كل وقت ليه طريقه في الاجابه، ما ينفعش مره واحده اجاوبه فوق ادراكه او فوق مستوى فهمه ببعض مثلا الايات في القران او بعض الادله الدينيه مش هيفهمها وهو لسه صغير، لانه فكره الايمان دي ما بتكونش موجوده عند الطفل في سن صغير. يعني عايزه اقول لك كمان ان الام لازم
بتفهم حاجة مهمة جدا، الأم والأب هنا احنا بنتكلم عنهم هما الاثنين، انه ما فيش طفل ما عندوش فضول طبعا، ما فيش طفل ما عندوش الأسئلة دي. فلو ابنك ما سألكيش الأسئلة دي اسبقيه انت وطرحي عليه أسئلة مفتوحة تناقشوا فيها مع بعض، وحذري انك تديله اجابات مغلوطه او فيها كذب، لانه ممكن يفتش وراكي وساعتها عمره ما هيثق فيكي تاني ومش هيرجع لك تاني، ويمكن دي حاجه انت اكيد مش عايزاها. ببساطه الجيل الجديد او الحالي من المراهقين سواء الجين زي وبقى واحنا نازلين تحت كده اصغر واصغر، جيل منفتح جدا وعنده كل الوسائل صحيح. اللي تخليه متوفرة عنده كل المعلومات، يعني بتكة زرار يقدر ان هو يعرف الام والاب عندهم معلومات ايه وما عندهمش معلومات ايه. صح. يعني النهارده احنا بنقعد كده مع جيل جديد نقعد نقول ايه ده، احنا واحنا في سنكم ما كناش عارفين صحيح. المعلومات دي، ما كانش عندنا مصادر المعلومات دي كلها، لان هم بالظبط مطلعين اكتر بكتير. طبعا احنا النهارده دكتور محمد يعني عنده ما شاء الله 3 بنات وهم في سن كبير شويه، فانت بتعمل ايه بقى؟ بص بس انت، انا عديت على كل المراحل، عديت على كل الاسئله اللي في الدنيا. يعني الاطفال لما كانوا صغيرين بداوا طبعا الاسئله اللي هي الاسئله الوجوديه شويه، وتحديدا انا ما انساش فكره لما والدتي توفت جده بناتي، كان السؤال اللي هم كانوا متعلقين بيها جدا راحت فين؟ يعني ده السؤال. طب بعد ما توفت ايه اللي بيحصل؟ فده كان سؤال صعب، كانت بنتي ساعتها عندها لسه 4 أو 5 سنين. فابتديت واحده واحده اتكلم معاها. ففي مرحله هي مرحله الاسئله الوجوديه، في مرحله بعد كده الاسئله اللي عايزه سيرش شويه او عايزه بحث، لانه مفيش انسان في الدنيا او بني ادم يعرف كل المعلومات طبعا عن كل حاجه. فزي ما انت قلتي من شويه واحنا بنتكلم، انه لا انا بسيبهم شويه باخد خطوه كده ورا واعمل سيرش او بحث مع نفسي وادور على المعلومه. عندهم كمان وخليهم كمان يعملوا ده معايا في كل المواد الجديده، هي كريتيكال ثينكينج او التفكير النقدي. برافو عليكي، رائعه. فهم طول الوقت عايزين اصلا بينتقدوا او بيفكروا بره الصندوق اللي احنا متعودين عليه. يعني احنا في تفكيرنا كنا محدودين شويه، هما دايما بيفكروا بره. ودي حاجه ممتازه جدا، فكره انا اعود ولادي على انه يبقى يسال، انه يبقى في تفكير نقدي، على الفضول. على فكره يعني اكبر حاجه ممكن نرتكبها خطا في حق ولادنا وفي التربيه ان احنا نقتل الفضول، نقتل الفضول في ولادنا. بالعكس، الفضول ده اول خطوه من خطوات التفكير والابداع. خلي ابنك يسال حتى لو كان السؤال صعب جدا ملوش اجابه، لكن فكره ثقافة أو أن أعوده أنه يسأل، ده هيخلي ابنك أو بنتك بعد كده شخصية مهمة جدا. أنا عايز أسألك سؤال بقى. طبعا. ما شاء الله آدم لسه صغير، لكن أنت بتشايفة لما يكبر شوية ممكن تتعاملي معاه إزاي؟ ولو حطينا كده شوية الأسئلة اللي احنا اتكلمنا عنها، أفضل حاجة بس أنت شايفاها في التربية إيه معاه؟ أنا حاسة أنه أنا يعني بشخصيتي هكون صاحبته قوي، يعني هصاحبه قوي، وبالعكس هخليه يبقى عنده الأريحية أنه يجي يتكلم معايا في أي حاجة هو عايزها، من غير ما انتقده، من غير ما محكم عليه، من غير ما حسسه أنه إذا أنت جبت الكلام ده منين، أو الكلام ده أكبر من سنك، أو عمري ما هعمل إن شاء الله، يعني عمري ما هعمل كده. بالعكس، هو طول الوقت هيبقى محبوب، طول الوقت إن شاء الله، يعني طول الوقت هيبقى مرحب بيه أنه هو يجي يقول لي أي حاجة هو عايزها، وانا هحاول على قد ما اقدر. مره كده ممكن تتنرفزي وتقولي بقى اكيد اسئلك فارغي اكيد اقول له كده يعني اكيد، لكن مش بالزبط. يعني بس في الاخر هبقى بوصل له الاجابه اللي هو عايزها، يعني هجاوبه عليها. وحاسه ان دوري كأم ودور اي حد النهارده بيتفرج علينا، ارجوكم صحيح. اقروا كتير قوي قوي قوي، مهم قوي ان احنا نبقى فاهمين انه مش دورنا في الحياه بس ان احنا نشتغل، لا طبعا. احنا التربيه دي حاجه مهمه جدا، ان نطلع اطفال اسوياء، مسؤوليه كبيره قوي قدام ربنا وقدام المجتمع، ربنا يحاسبنا عليها صحيح. لازم نقرا، لازم مواضيع، لازم نبقى نسبق شويه سنهم، انه لو جم سالونا في اي حاجه ومش عيب ان انا ما يبقاش عندي اجابه ادور، بس العيب ان انا يعني العيب ان انا ما اوصلش الاجابه دي. ربنا يحفظ لنا يا رب. ادم يا رب. ويحفظ كل اولادنا يا رب، ويحفظ اولاد حضراتكم. احنا على اي حال هيكون معانا النهارده فقره خاصه جدا عن كل الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه انا وباسنت في الانترو او في المقدمه، ازاي ممكن نجيب على اسئله اطفالنا وتحديدا الاسئله الصعبه او المحرجه. هيكون معانا كبيرة من خبراء التربية الإيجابية، هتحاول تجاوب معانا على الطريقة الأفضل في تربية أطفالنا وفي التعامل مع الأسئلة المحرجة. مرة تانية بنصبح على حضراتكم، وصباح الخير يا مصر.